أهلا بكم في محورنا الثاني والأخير. هل نشهد ثلوجا في الأيام القادمة؟ ما هي الحالة الجوية المتوقعة في الفترة المقبلة؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيفي مدير العمليات الجوية في طقس العرب أسامة الطريفي. أسامة مساء الخير. أهلا، مساء الخير محمد لك ومساء الخير لجميع المشاهدين الكرام. أسامة، أول إشي عشان ما أسبق على موضوع الثلج، قلنا بكرة وبعده وبعده شو فيه؟ أكيد إحنا طبعاً بعد انقطاع طويل للمنخفضات الجوية للأسف في أغلب مربعينية الشتاء، الآن المنخفضة راح تبدأ تعود للمملكة بشكل تدريجي كنتيجة لتغير النظام الجوي اللي كان بيسيطر على القارة الأوروبية. هذا النظام الجوي كان الفترة الماضية ما بفرز وصول منخفضات جوية للمملكة، ولكن هذا الأمر راح يتغير بعد 24 ساعة من الآن. يوم الثلاثاء هناك منخفض جوي من الدرجة الثانية. طبعاً زي ما نعرف محمد، في عنا إحنا معيار لشدة المنخفضات الجوية من 1 إلى 5، 1 بمستوى منخفض جوي ضعيف و5 بمستوى عاصفة شتوية. منخفض يوم الثلاثاء هو من الدرجة الثانية الاعتيادية، ومنخفض جوي آخر يلحقه إن شاء الله مساء يوم الأربعاء وحتى صباح الخميس، وهو أيضا في الغالب سيتم تصنيفه من الدرجة الثانية. طبعا نشوف محمد، يعني أهم القراءات للمنخفض الجوي الأول راح يبدأ فجر الثلاثاء. كمية الأمطار يعني حقيقة جيدة فيه، خاصة في مناطق شمال ووسط المملكة، ما مسبع تكون الأمطار غزيرة أحيانا، راح تكون من 5 إلى 35 مليمتر. هناك هبات رياح قوية أحيانا. مناطق التركيز لهذا المنخفض الجوي هي المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من الجنوب. مدة تأثيره يوم الثلاثاء يعني 24 ساعة، ويترافق بانخفاض كبير في درجات الحرارة مقارنة مع الأجواء الحالية. يوم الحرارة يوم الأمس وصلت ما يزيد عن 20 درجة مئوية في مناطق عدة في المملكة، لكن بنشوف الحرارة راح ترجع إلى مستويات باردة وباردة جدا. وتوقعات الثلوج، لا يوجد توقعات ثلوج خلال هذا المنخفض الجوي. لو بدنا نشوف محمد سريعا استعراض لخرائط الأمطار، بدنا نعرف أنه غدا مساء يعني مساء الاثنين هناك أحوال جوية غير مستقرة راح تأثر على أقصى جنوب المملكة بما فيها محافظة العقبة، تسبق تأثير هذا المنخفض الجوي. لكن المنخفض الجوي يبدأ تأثيره فجر وصباح الثلاثاء، بالتالي منذ ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء هنالك أمطار. هذه الأمطار تكون غزيرة أحيانا، تسبب تشكل السيول خاصة في شمال ووسط المملكة، إضافة إلى انخفاض كبير جدا وانقلاب جذري على الأجواء ودرجات الحرارة. يعني يوم الأمس الحرارة تقريبا كانت 22 نهارا في العاصمة عمان، العظمى يوم الثلاثاء فقط 9 درجات مئوية. وهطول الأمطار كما نشاهد، هذا المنخفض الجوي الأول، بدنا نمشي بتوقعات الأمطار للمنخفض الأول زي ما احنا شايفين، تبدأ صباح الثلاثاء تستمر طوال يوم الثلاثاء. يوم الأربعاء نهارا قليلا تتراجع الهطولات قبيل وصول المنخفض الجوي الثاني الذي سيبدأ تأثيره كما نشاهد مع ساعات مساء يوم الأربعاء، بامتداد ربما أوسع للأمطار ووصولها حتى المناطق الجنوبية، ثم يتراجع تأثير هذا المنخفض الجوي الثاني مع ساعات ظهر يوم الخميس. لو ننتقل أيضا لتوقعات الرياح المنخفضين، سواء منخفض يوم الثلاثاء أو مساء الأربعاء، كليهما يحملان حقيقة رياح قوية، هبات نشطة كما نشاهد في عموم المناطق. هذه الهبات راح تكون مثيرة للغبار والعواصف الرملية خاصة في مناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية، بالتالي سالكي هذه الطرق الصحراوية الجنوبية والشرقية. هذا راح ننتقل لخرائط الرياح، بدهم يديروا بالهم من موضوع تشكل الغبار والعواصف الرملية يوم الثلاثاء ومجددا كمان مرة يوم الأربعاء قبيل تأثير المنخفض الجوي الثاني. يعني احنا بنحكي، أسامة اسمح لي ننتقل ايضا لدرجة، خليك قبل درجات الحرارة، مستعجل على درجات الحرارة، احنا بنحكي عن مطر يوم الثلاثاء او صباح فجر الثلاثاء. صحيح. ينقطع قليلا الأربعاء ثم او يعود الأربعاء. يعني هو مساء الأربعاء المنخفض الأول هو تأثيره من، صحيح، المنخفض الأول هو من فجر الثلاثاء وطوال يوم الثلاثاء، أمطار غزيرة في شمال ووسط المملكة. المنخفض الجوي الثاني يبدأ مع ساعات عصر ومساء الأربعاء، بالتالي غالبا نهار الأربعاء راح يكون طقس ضبابي بارد، أمطار متفرقة انهطلت، لكن التأثير الفعلي والرئيسي للمنخفض الجوي الثاني سيكون مساء الأربعاء. فبالتالي هنشعر مع اقترابنا لمساء الأربعاء وليلة الأربعاء الخميس عودة للأمطار بشكل واسع بشكل غزير في عموم مناطق المملكة سواء الشمالية والوسطى. ممكن تكون هاي الأمطار محمد في بعض الأوقات على شكل زخات ثلجية فوق قمم جبال الجنوب العالية، وهذا الأمر طبعا طبيعي في تلك المناطق كنتيجة لمساحتها الجغرافية أو ارتفاعها الجغرافي المرتفع. كويس. بالتالي مناطق جنوب المملكة هي عرضة لبعض الزخات الثلجية ليلة الأربعاء وصباح الخميس. الجمعة
امسح اسحبك شوي شوي اسامه معلش انا اخرت الجمعه ترى. الجمعه شو بيصير؟ طيب هنوصل للجمعه. بس بدي احكي، بس اسمح لي قبل نوصل للجمعه بدي احكي عن موضوع درجات الحراره. كيف راح لا واصلها الجمعه راح احكي عن درجات الحراره كيف راح تنقلب بشكل جذري بالايام القادمه. هاي خرائط اليوم بنشوف انه طبعا الهواء البارد باللون الاخضر، كل ما نمشي اكثر لمنتصف الاسبوع نهايه الاسبوع بتسيطر كتله هوائيه بارده على اجواء المملكه وبتصير الحراره منخفضه للغايه. ممكن مثلا مساء الخميس ومساء الجمعه توصل الحراره الى الصفر المئوي ليلا، فبدنا ندير بالنا هناك برودة كبيرة جدا بالأجواء خلال عطلة نهاية الأسبوع بدءا من مساء الخميس وأيضا يوم الجمعة الحرارة ممكن توصل الصفر المئوي. نبلش بيوم الجمعة، الجمعة الطقس مستقر. طيب بلشت بالجمعة، أنت قلنا السبت يا سيدي يلا. طيب هلا بدنا نشرح الإشي، بس بده يعني مش أحكي بمصطلحات علمية، بس بدنا يعني أرجوك أهم إشي ما تستخدم مصطلحات علمية على بعض الأمور. يلا لا لا بدنا نتفق على بعض الأمور. طبعا إحنا المملكة في هاي المنطقة زي ما إحنا شايفين، هذه كتلة هوائية قطبية ضخمة جدا حقيقة بدأت ترصدها النماذج الجوية العددية الأسبوع القادم، ولكن كل طريقة حركة لإلها راح تكون نتيجتها مختلفة عن المملكة. إحنا شايفين مساحتها جدا ضخمة هاي الكتلة الهوائية القطبية، المملكة في هذا المكان إذا تحركت يعني بهذا الاتجاه إلها نتيجة، وإذا تحركت بهذا الاتجاه نتيجة مختلفة، وإذا تحركت صوب المملكة إلها نتائج أيضا مختلفة. بعض النماذج العددية، وأنا حتى الآن ما في قراءة نهائية، بعض النماذج العددية بتدعم إنه هاي الكتلة زي ما إحنا شايفين المملكة هاي في هذا المكان. أنا لازم أرجع للخريطة عساس نكون ماشيين مع بعض بالتسلسل. كويس. هاي الخريطة يوم السبت. النماذج الجوية العددية تستشعر وجود كتلة هوائية قطبية ضخمة تندفع إلى مناطق البحر الأبيض المتوسط. طريقة حركة هذه الكتلة في أي اتجاه راح تكون نتيجتها مختلفة عن المملكة، سواء إذا تحركت ربما إلى الشرق نحصل على موجة جليد وصقيع وطقس شديد البرودة، إذا تحركت إلى المملكة سوف تجلب تساقط ثلجي لبلاد الشام، وإذا تحركت إلى وسط المتوسط وتحركت ثم إلى المملكة راح تجلب غبار وأمطار. هلا هذه يوم السبت متفقين على مكاننا، يعني الخرائط الجوية العددية متفقين انه كلهم يوم السبت راح تكون في هاي المكان. طبعا هاي المملكة للتأكيد، وهي نطاق الكتلة الهوائية القطبية. بعض النماذج تستشعر انه هاي الكتلة القطبية راح تندفع صوب المملكة يوم الأحد. ايوه. بالتالي احد السيناريوهات انه ممكن يكون في تساقط ثلجي الى المملكة في المملكة عفوا يوم الأحد، هذا كسيناريو، انا ما حكيت في ثلج، كسيناريو ممكن يكون في عندنا تساقط ثلجي في المملكة يوم الأحد بحسب هذه المعطيات. ولكن هناك بيضرب مخرجات ثانية بتحكي أنه الكتلة الضخمة ما بتعبر المملكة، هاي المملكة هي بتضلها على أطراف المملكة. فإحنا اليوم النماذج مش قادر تستشعر طريقة حركة هذه الكتلة الهوائية القطبية. في مؤشرات إيجابية، في عندنا مرتفع هون ضخم على أوروبا بيجبر الكتلة القطبية تضلها بهذا النطاق، لكن هي حتأثر بهاي الطريقة ضلها خارج حدود المملكة، راح تأثر على المملكة، راح تأثر على غرب المتوسط. هذا الإشي النماذج لسه مش قادر تستشعر، وإحنا ذكرنا بنشرة سابقة أنه في تشويش، يعني ما في ثبات في مخرجات النماذج الجوية العددية. لكن هل اليوم في كتلة قطبية في البحر الأبيض المتوسط؟ موجودة، هاي راح تكون بحسب أغلب النماذج موجودة في هذا المكان يوم السبت، لكن أي طريقة حركة حتى الآن مش واضح. فمثل هاي الحالات الصعبة، وبعتبرها حالة كثير صعبة ودقيقة، بتحتاج التروي، لأنه مش كل قتلة قطبية بتوصلنا راح ينتج عنها تساقط ثلجي. ممكن بالنهاية تكون الأمور فقط طقس شديد البرودة، غبار، أمطار، لسه مش واضحة زي ما حكينا في أحد السيناريوهات. يا أسامة يا أسامة، أنت كل مرة عشان السيناريوهات كل مرة بتقول لي على الطرف، وبعدين يا أسامة ما قصت على الطرف. لا هي مش على الطرف. لا أنت على الطرف هلا قلت على الطرف ورجع. لا 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 هي مش على هاي على الطرف، هاي هاي مش على الطرف ابدا هاي. طب اذا 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 ما تحقق هذا السيناريو أسامة، انت حدث عن تساقط غزير للثلوج، هذا السيناريو اذا تحقق طبعا هو احد الخيارات المطروحه. كويس. ولكن كل الخيارات بنفس النسبه على فكره، يعني سواء هذا، طبعا هاي الخريطه بتحكي انه في ثلج، بس يعني طبعا هاي القراءه جدا بعيده وجدا متغيره، لانه النظام نفسه معقد، يعني حركته
انت شوف قديش ضخم. انا ما بعرف ليش بدي ارجع الصوره لقبل، بس هلا بدي ارجع لك على نفس الخريطه. النظام جدا معقد وضخم، يعني حركته احنا هاي بنسميها منخفضات القطع اللي بتنفصل من الكتله الام، بتكون دائما نماذج بتستشعر كثير او بتتغلب كثير باستشعار حركتها. لكن زي ما حكيت احنا هذا موجود، وين حيتحرك مش عارفين لسه، او النماذج مش مستشعره طريقه الحركه. فانا بتخيل حقيقه انه الصح انه نستنى يومين ثلاث بتبين طريقه حركتها، لانه كل السيناريوهات يعني يومين ثلاث يعني مثلا الاربعاء ثلوج او تساقط الثلاثاء الاربعاء بتكون حركتها بينت. لكن انا بحكي لك كثير المعطيات متقلبه، يعني ممكن الصبح تكون حاطين الخرائط انه الاحد الجاي ثلج، بعدين بصيروا يحطوا مطر، بعدين مرات بحطوا غبار، لانه صعب استشعار حركتها في زي ما مسميناها احنا انا وزميلي محمد في هناك تشويش بالنماذج. لكن في مؤشرات ايجابيه انه في مرتفع ضخم على القاره الاوروبيه بيجبر هاي الكتله توصل لهون، لكن ما بعد هذه المنطقه يا اسامه الناس بتقول لي تطبيق طقس العرب اسمح لي. طيب ماشي، الناس بتبعث لنا الان انه تطبيق طقس العرب حاط الثلوج، ها يلا حلها. طيب هل احنا نتعامل مع لا هيدا جاوبك انا، احنا نتعامل مع متغيرات جويه زي ما حكيت. فاذا كان احد هاي المخرجات مثلا صباح اليوم كان هذا السيناريو ممكن تكون ثلج، لكن اذا بالليل السيناريو تحرك انه كثير حركته صعبه يتحرك باتجاه اخر راح يروح الثلج. لكن انا برجع بحكي يعني شغله كثير بسيطه، احنا خلنا نشوف منخفضين الاسبوع هذا لانهم جدا ممتازات، فيهم كميات امطار جدا ممتازه، لغايه ما نبلش تاثيرهم راح تكون الامور بينت معنا للأسبوع القادم، سواء كان في مطر كان في ثلج كان في غبار كله خير إن شاء الله. بس برأيي مثل هاي الحالات الأفضل التروي، لأنه صدقا سيناريو جدا معقد مش بالسهولة تقدر تعرف إيش بيستنانا الأسبوع القادم. لكن نحسم أيهما أقرب، أنت في خيار ثالث؟ هل من الممكن أن يتوجه إلى البحر المتوسط؟ أنت ورجتنا خيارين، إما أن يكون اقترب من المملكة لكن لم يدخلها، أو دخل المملكة، في خيار ثالث؟ صح، في خيار ثالث انه ينزل بنص المتوسط هون هيك بهاي الطريقه ويبدا يتحرك بشكل ضعيف باتجاهنا. هذا السيناريو هو سيناريو مغبر وماطر، يعني راح يجي معاه غبره كثير بعدين مطر. لا يبدو انك مستبعد هذا السيناريو ولا السيناريو غلطان؟ مش مستبعد شيء، انا كل الخيارات وارده. ما في شيء مستبعد السهل. طيب اسامه، بس نعيد تلخيص الحاله الجويه المتوقعه السبت الاحد الاثنين بناء على الخرائط، الأمور ليست واضحة، هناك احتمالية لتساقط الثلوج. إذا ما تحقق المنخفض الجوي، إذا ما دخلت الكتلة الهوائية القطبية أرض المملكة وهي موجودة، هذا حقيقة يوم صحيح السنة. يعني هي موجودة ليست في المملكة، موجودة في مناطق قريبة من المملكة، لكن اتجاه حركتها ما بعد ذلك سيحكم يعني المخرج النهائي راح يتأثر في المملكة. محمد يعني بدي أحكي موضوع يمكن صدقا يعني احنا شايفين قديش مساحتها ضخمة، أي حركة لو 100 كيلو 200 كيلو شرق غرب باتجاه حركتها راح يأثر كثير بالنتيجة النهائية. يعني لو نتذكر منخفض العام الماضي اللي هو جاء تقريبا بهاي الأوقات 27/1، كان السيناريو طريقة نزول الهواء القطبي نوعا ما مريحة وثابتة، فإحنا كنا نقدر نحكي قبل أسبوع وقبل 8-9 أيام أنه في تساقط ثلجي في اليوم 27/1 وين راح يكون تساقط الثلجي. لكن مثل هذه السيناريوهات بحكم خبرتنا السابقة دائما بتكون معقدة ومتغيرة بشكل كبير حتى الأيام الأخيرة، فدائما ننصح مثل هيك سيناريو التريث، الصبر، استنانا يومين ثلاث بتكون الأمور يومين ثلاث يعني تتحرك يعني بالضبط، وبالتالي بناءنا حركة. طيب عشان ماك نتفق، الثلاثة ولا الأربعة راح تقول للناس عشان احنا من هلا نثبت انا وياك؟ احنا ممكن الاربعاء اذا كانت الامور اوضح نحكي ايش بيستنانا. الاربعاء بيكون الامور واضحه، بس انا برجع بحكي شغل انا حتى الان برجع بحكي كل الخيارات واضحه بما فيها عدم وجود اي شيء الاسبوع القادم او تساقط ثلج او وجود امطار غزيره. طيب. وغبار، وما قبل ذلك زي ما حكيت الاسبوع هذا بيستنانا منخفضين جويات ممتازات من ناحية أمطار إن شاء الله. إذا موعدنا مع طقس العرب يوم الأربعاء للحديث حول ما سيكون من هذا المنخفض الجوي. أشكرك كل الشكر مدير العمليات في طقس العرب أسامة الطريفي، كنت معنا مباشرة، شكرا لك.